السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم هاجر بيوتي. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم عصير ديال البربة او الشمندر بطريقة سهلة، مكونات بسيطة وكيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. خليكم معايا. بالنسبة لهذا العصير غادي نحتاجو 3 د البربات متوسطين اللي سبق وسلقتهم في الماء تقريبا مدة نصف ساعة. غادي نقشرهم ونرجع معكم. ها هما البنات، من بعد ما قشرتهم وعاودت غسلتهم مزيان، هنا عندي واحد التفاحة كبيرة غادي نقطعها، نقيها ونقطع طريفات صغار كانت عندي في المجمد. غادي نقيها ونقطع طريفات صغار، وحتى الليمون او الحامض كان عندي في المجمد. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقيهم ونقطع طريفات صغار باش نزيد على العصير ديالي. ها هو الليمون غادي نقشرو حتى هو، نقيه مزيان، خلي غير الوسط ديالو، وحاولوا البنات تحيدوا داك القشره البيضاء لان كتطلق واحد المروره. غادي نقيه مزيان كيف كتشوفوا معايا، غادي نحاول نحيد داك التجليده البيضاء كامله باش ما تطلقليش داك المروره في العصير ديالي. وكيف كتعرفوا البنات الباربه اولا الشمندر كيحتوي على كميه كبيره من الحديد وعلى بزاف ديال الفيتامينات المهمه للجسم ديالنا. انتم البنات كيف كتشوفوا معايا غادي نقطع داك الطريفات ديال الحامض، وحاولوا تحيدوا داك العظيم اللي كيكون داخل باش ما يطلقناش المروره في العصير ديالنا. وبالنسبه للبنات هذا العصير كيجي غزال، حتى الوليدات الصغار كيبغيو يشربوه. كيف كنعرفوا الباربه فيها واحد المذاق مجهد، الاغلبيه كيحاول كيتجنب الباربه على حسب داك المذاق ديالها. فاذا عملتوا هذه الطريقه غتجي غزاله، ما كتجيش فيها داك الطيبه مجهده. ودابا غنطحن التفاح والليمون مع بعضيتهم، غادي نطحنهم مزيان عاد نزيد عليهم الباربه كيف ما بغيتو تسميوها، الباربه الشمندر، كاين اللي كيقولها البيتراف، يعني كل واحد وشنو كيسميها. غادي نزيد الباربه من بعد ما قطعت طريفات صغارين كيف ما كتشوفوا معايا. وغنطحن كلشي مزيان مع بعضيتو، خليكم معايا لتتمة الفيديو. ودابا من بعد ما طحنت المكونات ديالي مزيان، الليمون والتفاح والباربة، غادي نكبو في هذا الكاس الكبير وغنزيد عليه تقريبا نصف لتر ديال الماء. الماء على حسب الذوق ديالكم، بغيتوه خفيف كتزيدو تقريبا لتر ديال الماء، بغيتوه ثقيل نصف لتر يعني كافي. انا غادي نزيد غير نصف لتر ديال الماء. غنزيد نصف لتر ديال الماء على العصير ديالي، انا بغيتو ثقيل شويه ما بغيتوش خفيف بزاف. ما شاء الله عطاتني كميه مزيانه، عطاتني لتر ديال عصير الباربة كما كتشوفوا معايا، جا مزيان ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. غنزيد عليه جوج معلقات كبار ديال السكر، بغيتو كتر كتزيدو، دائما السكر حسب الذوق، بغيتو كتزيدو كتر، بغيتو ما تعملوش كاع كتبقى حريه الاختيار.
وهذا هو العصير ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يا ربي تجربوه. وما تنساوش اذا عجبكم فيديو ديال اليوم تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله يا ربي فيديو جديد ووصفات جديده وافكار جديده. خليتكم على خير، والسلام عليكم.